الأستاذ زغلول صيام الناقد الرياضي بيتكلم على المهندس هشام عزمي، نسمع هيقول إيه ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كابتن هشام عزمي أحد ضحايا ملف 2010، الوحيد الذي تحمل مسؤولية الإخفاق وصفر مونديال 2010 اللي احنا فاكرينه. عاصرت كابتن هشام عزمي عضو بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، شخصية واعدة في هذا الوقت. طبعا كان بيجيد لغات وله علاقات قوية بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، مشروع مصري داخل على المنصات الدولية، شارك في أكثر من مونديال، شخصية محترمة، لاعب كرة قدم وحارس مرمى مميز لنادي الزمالك. كان في كل الوقت ده كان ليه رؤية وليه استراتيجية وكان فيه تفكير في مونديال 2010. للأسف الشديد إن اختصرت كل المسائل وكل الإخفاقات اللي كانت موجودة في هذا الملف اللي حذرنا منها في شخص المهندس هشام عزمي اللي دفع الفاتورة وحيدا في هذا الملف، والوحيد الذي تم استبعاده وإقصاؤه من الساحة الرياضية منذ هذا التوقيت في تقريبا 2003 أو 2002، الوحيد اللي دفع الفاتورة بحيث ان هو تم حرمانه من اي منصب رياضية او هو استشعر من تلقاء نفسه ان هو يبقى موجود في هذا الملف. وكل الكلام اللي قاله واللي حذر منه ما ظهرش الا من سنتين او من سنة في موضوع الخطايا السوداء داخل منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأكدت إن الموضوع كان أكبر من المهندس هشام عزمي. موضوع أكد إن في سمسرة وفي رشاوي تم يعني تم إثباتها على عدد من المسؤولين داخل الاتحاد الدولي، وكان نتيجته إحنا شفناها بلاتر وعيسى حياته وبلاتيني وعدد كبير من المسؤولين عن كرة القدم في العالم تم إثبات الرشاوي عليهم وتم استبعادهم من الاتحاد الدولي. ده كان أكبر رد في حياة المهندس هشام عزمي إنه كان بريئا مما حدث في ملف مونديال 2010، وإن الموضوع أكبر من إمكانيات إن أنت تدخل في إمكانيات ما كانش المعادلة فير أو ما كانش الموضوع في عدالة في المنافسة، لأن العدالة في المنافسة سبب بعد كده سواء بالنسبة لجنوب أفريقيا اللي فازت بتنظيم 2010 أو الملفات اللي بعد كده. لكن يبقى المهندس هشام عزمي كنت أراه أحد الناس المحترمة والأشخاص أعضاء مجلس الإدارة المحترمين.